سنوات قليلة الصحابة كتبوا بعض فوق الكرسي. بعد سنوات قليلة الصحابة كتبوا بعض فوق الكرسي. على كرسي السلطة. ما عارفين يا اخوان؟ لأنه طبعا الشباب دير يتعلموا يناقشوا مين؟ الشعبيين. والشعبيين يقولوا اختلفوا في السلطة وخافوا من الكلمة دي. والكلمة ما فيها شيء. جاء في مقطع، تلقى المقطع ده برضو قبلي ولا بعده ما بتعين لأنه ما تراجع منه. قال وفي كادوك أكثر من السلطة. وبعدين في كادوك أكثر من السلطة والثروة. فيه والشعبين يقولوا اختلفوا في السلطة وخافوا من الكلمة دي. والكلمة ما فيها شيء. وبعدين في كادوك أكثر من السلطة والثروة. فيه كادوك دي كلمة بتاعت مدح ولا ذم؟ ذم صح ولا ما صح؟ والصحابة ما يقبلوا شنو؟ جميعا ما يقبلوا شنو؟ الجرح. و لأنه دين بيناقشوا الشعبيين، والشعبيون في النقطة دي الكلمة دي بيقولوا الكلمة دي، والكلمة دي ما فيها شنو؟ ما فيها شيء. كده انت شوف الكلام ده ما بلخبط راسك؟ دي مش لخبطة يا جماعة، والله الذي لا إله غير. تراب يا أخي بينبز الصحابة عديم، انت بتقول الشعبيين زاي. تراب يقول اتكاتلوا في الكرسي، وهم المؤمنين زوجة ذات جاءت قال والكرسي وما الكرسي. ذاك نبذهم طبعا لما مات ذاك شغلته عليم ربه بعدين. والله الذي لا إله غير. توافق الشعبيين في النقطة دي، وانت عارف الشعبيين قالوا شنو؟ طيب هاي انت فهمت التناقض وين؟ التناقض جرح وجا عدل. ايوه في تعديله ده ذكر شيك كلام يتناقض فيه. قال الصحابة عدول لا يقبلون الجرح إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم كلهم عدول. وبيغادي قال الكلمة دي ما فيها شيء. والشعبين يقولوا اختلفوا في السلطة وخافوا من الكلمة دي. والكلمة ما فيها شيء. وبيجاي قال وفي كادوك أكثر من شنو؟ من السلطة. وبعدين في كادوك أكثر من السلطة والثروة. في ده تناقض رقم واحد في المقاطع الأولى.